يوم الاربعاء 22 دجنبر 2021 مرت سنه على التوقيع المشؤوم بين الدوله المغربيه والكيان الصهيوني الغاصب ضدا على اراده الشعب، والذي اطلقت عليه الجبهه الوطنيه لدعم فلسطين ضد التطبيع اسم اليوم الوطني لمناهضه التطبيع. اذا حنا كنضموا الجبهه المغربيه لدعم فلسطين وضد التطبيع، كنضموا هاد الندوه الصحفيه طبعا لما يشوب الظرفيه الحاليه بالنسبه للقضيه الفلسطينيه سواء في فلسطين المحتله او في المغرب. فبالنسبه لفلسطين المحتله كنا كنتابعوا التطورات اللي كتعرفها القضيه الفلسطينيه من حيث استمرار الكيان الصهيوني في كل اشكال التنكيل والاعتقال والتنكيل بالأسرى ولا أدل على ذلك المعركة ديال هشام الهواش وغيره من المناضلين في سجون الاحتلال، وكذلك مستمرة السياسة ديال الاستيطان سواء في أراضي الفلسطينية المحتلة أو في الجولان أو غيرها من المناطق الفلسطينية، والاعتقالات مستمرة والاعتداءات على الشباب الفلسطيني اللي صامد في كل أماكن تواجده، هو صامد وطبعا يتصدى للهجومات ديال الكيان الصهيوني. احنا كذلك هنا باش نقولوا بان مغربيا الجبهه مستمره في العمل ديالها لمناهضه التطبيع، وطبعا باش نقدموا الحصيله ديال الاعتداءات اللي طرات على الوقفات والاحتجاجات اللي عرفها المغرب يوم 22 دجنبر الماضي، وهو اليوم ديال مرور سنه على اتفاقية العار ما بين الكيان الصهيوني وما بين النظام المغربي. الندوة الصحفية نتائج المحاكمة الرمزية اللي نظمتها الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، على اعتبار أن الأعضاء المغربي لم يقم بدوره لما وضع عدد من كبار النقباء المغاربة شكايات من أجل توقيف صهاينة وطأوا أرض الوطن، ولكن الأعضاء لم يحرك ساكنا وحافظ ملفات التي تقدم بها النقباء سواء منهم أستاذ النقيب عبد الرحمن بن عمار أو أستاذ النقيب عبد الرحيم الجمعي أو النقيب عبد الرحيم بن بركة، وكذلك معهم الأستاذ خالد السفياني. إذا احنا هنا جينا هنا باش ننوروا الرأي العام المغربي والدولي، ونقولوا بان الجبهه المغربيه وكل ايوه اللي هي مناهضه للتطبيع هتستمر في النضال ديالها، هتستمر في المواجهه ديالها ديال هذه العمليه ديال التطبيع، لانها عمليه سوف لن تجلب على المغرب الا الخراب والدمار. الضمن الرابع للجبهه المغربيه لدعم فلسطين ضد التطبيع تم تنظيمه يوم الاربعاء 23 دجنبر 2021، والذي يصادف مرور سنه على توقيع الدوله اتفاقيه العار تحت الرعايه الامريكيه، وقد احيته الجبهه بقوه في كافه المدن والمناطق وذلك السلام عليكم. دونك سعديه الوالوس، الجبهه القضيه الفلسطينيه وضد التطبيع، حنا اليوم بغينا ندير واحد ندوه صحفيه باش نبينوا للناس الخطره ديال هذا التطبيع. عام دابا مالت من هذيك لا سيناتور اللي داروا مع كيان صهيوني، وبغينا نشوف هذا عام شنو جاب لنا وشنو لي زاكسيون اللي درنا حنا في الجبهه باش نبينوا بان الشعب المغربي راه ضد هذا التطبيع. ضد هذا التطبيع، نذكركم بما هذا التطبيع دار هكا بلا استشاره مع اي واحد. جا صبحنا الصباح لقينا سعدين العثماني كيسيني واحد لا سيناتور مع التطبيع، ساشون كو كانوا ديجا دي زاكور، كانوا ديجا دي زيشونج تحت الطابله، ولكن حنا بغينا نبينوا بينما اليوم نهضروا على هذا العام، نهضروا على المحاكمه الرمزيه اللي درنا اللي لقات واحد سوكسي امبورتون، باش نبينوا للناس نبينوا الحكومه المتطبعين اللي كيصفق لهذا التطبيع بينما خطر هذا التطبيع اللي كنشوفوا ما غادي يجيب لنا والو حنا في المغرب، وجبنا بالادله وداكشي شنو. وان بليس دو سا هاد عام لقينا واحد اكثر من 44 مدينه خرجت نهار لو 22 باش تبين بين ما المغرب الشعب هذا ضد التطبيع. دونك هذا مهم، ما يقولوش الناس راه صافي التطبيع كاين وصافي وهادشي اللي عطى الله وصافي حنا غاديين. سي فو سي فو سي فو. دونك حنا اليوم غادي نحاولوا نبينوا في هذه الندوه الصحفيه هذا سميتو. وان بليس دو سا كنحتفلوا كوميم ب لو
ديال هشام اللي من بعد اكثر من 140 يوم ديال الاضراب على طعام استطاع يفي بلي الكيان الصهيوني. دونك كاين ما يدار في هذا المجال باش نهبطوا هذا الكيان الصهيوني على الطاقه ديالو.